بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبيب على الهواء. إن شاء الله النهاردة هكون مع حضراتكم ولمدة تقريبا نصف ساعة نتكلم فيها بإذن الله في حوار حر مبسط سهل وجميل إن شاء الله عن المشاكل اللي ممكن تقابلكم في عالم طب الأسنان أو في التجويف الفمي والأسنان. هنتكلم إن شاء الله عن الأمور الأكثر شيوعا أو عن الأمراض الأكثر شيوعا. طبعا إذا تكلمنا عن الأمراض الأكثر شيوعا في التجويف الفمي هنلاقيها فعلا هي أمراض الأسنان واللثة. كتير من الناس أو معظمنا ما يعرفش يفرق بين الأمراض التي تصيب الأسنان والأمراض التي تصيب اللثة، بياخد الموضوع بشكل عام وبالتالي ما بيقدرش يحدد يا ترى في وقت من الأوقات هذا الإحساس أو هذه المشكلة يا ترى جاية منين. كثير من الناس مثلا بيقولنا العيادة يسألوا أو يتساءلوا أنا أسناني بتنزل دم، هي مثلا سناننا ما بتنزلش دم، هي اللي المنوط بهذا الأمر هي الأنسجة اللحمية يعني اللثة وما حولها. الحقيقة من أكثر الأمراض شيوعا في عالم طب الأسنان هو تسوس الأسنان. علشان نعرف الحقيقة كيفية حدوث تسوس الأسنان لازم يكون عندنا خلفية ولو مبسطة عن تركيب السن. إحنا متصورين أو معظمنا متصور أن السن عبارة عن كتلة عظمية مصمتة. الحقيقة الأسنان مش كتلة عظمية مصمتة ولا حاجة، وإلا لكنا تساءلنا أكثر من مرة إزاي بيحصل ألم في هذه الكتلة العظمية المصمتة. الحقيقة تركيب السن يعني مش أمر يعني معروف بالنسبة للجميع لأنه مش كل الناس متخصصة، لكن ببساطة شديدة لو حضراتكم بصيتوا على هذا الموديل هتشوفوا إن عندنا في جزء مجوف في جسم السنة، نعتبر ان ده قطع طولي. تخيلوا حضراتكم لو الألم ده قدامنا واحنا خدنا فيه قطع طولي بهذه الكيفية، هي نفس الفكرة بالنسبة للسنة، احنا خدنا ده درس من الدروس وخدنا فيه قطاع طولي. لو حضراتكم بصيتوا في الجزء ده هتلاقوا فيه تجويف، هذه التجويف موجودة بالفعل داخل السنة، بس طبعا مش كلنا بنشوف هذا الكلام. السنة تقريبا مركبة من طبقتين أساسيتين في الجزء العلوي اللي احنا بنقول عليه التاج، وبعدين بعد كده يجي الجزء السفلي اللي هو الجذر، وده بيبقى مغطى تقريبا باللثة والعظم المحيط بالسن، علشان كده ما بيبقاش بالنسبة لنا مكشوف خالص فما بنشوفهوش. الطبقة العلوية اللي هي الطبقة اللي بنسميها طبقة المينا، دي أشد أنواع العظام صلابة في جسم الإنسان. علشان حضراتكم بس تكونوا عارفين، هذه الطبقة هي أشد أنواع العظام صلابة في جسم الإنسان. الطبقة اللي تليها دي أضعف منها، وبينهم تقريبا بيبقى فيه طبقة من الخلايا إلى حد ما بتحمل شبه أهداب شبه عصبية، وده واحد من أهم الأسباب اللي بيخلي الأسنان دي لما تتآكل في الجزء ده يبدأ الإنسان منا يحس بألم، وده من كرم ربنا علينا الحمد لله، لأنه لو ما خدش الإنسان باله أن فيه هنا ألم ممكن التسويس يبدأ يتمادى ويدخل لحد ما يوصل لهذه المنطقة اللي هي الملونة دي، اللي هي بتمثل منطقة العصب. لو كتير من الناس سمع الاسم ده قبل كده، العصب لما بيوصله التسويس بيعمل فيه طبعا مشاكل، هو نسيج محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى بأكثر من طبقة من طبقات العظام، علشان يعني معروف مدى أهميته بالنسبة للسنة. أولا هو المغذي لهذه المنطقة إجمالا، ثانيا هو مصدر الإحساس في هذه السنة، وإن شاء الله هنعرض لحضراتكم فيديو الوقت يبين لكم كيفية انتشار التسويس خلال الجسم السنة. زي ما حضراتكم بدأ الفيديو قدام حضراتكم أو زي ما احنا شايفين، بيبدأ التسويس ممكن يبدأ من أي جزء من جسم السنة، وبعدين بياخد اتجاه داخلي لحد ما يوصل لتجويف العصب،
وانس انه او مجرد انه دخل لتجويف العصب للاسف بيعمل بيبدا يعمل مشاكل كبيره، وبيبقى قدامنا في الحاله اللي بالشكل ده احد طريقتين للمعالجه، اما اننا نعمل حاجه اسمها علاج جذور او حشو عصب، ده الاسم المشهور بالنسبه لحضراتكم، يعني بنشيل هذه الاعصاب، او اننا بنضطر لا قدر الله في احوال متقدمه جدا ان احنا نشيل السنه بشكل كامل. الحقيقه لو اضطرينا نشيل السنه بشكل كامل احنا عملنا لنفسنا مشكله تانية، هو ان احنا طبعا عايزين نعوضها، لانه كثير من يعني وجود الاسنان، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ان كل شيء خلقناه بقدر، ما فيش حاجه مخلوقه هباء منثوره كده، لا طبعا كل حاجه وليها يعني سبحان الله، يعني هذا خلق الله. اذا حبينا نتكلم هنعرف ان الكلام او الاسنان مؤثره جدا في مخارج الحروف. لو حبينا نتكلم عن الشكل او نقف قدام مرايه هنلاقي ان الاسنان مؤثره جدا في الشكل. لو حبينا نتكلم بقى عن صحه الجهاز الهضمي اجمالا، لانه يعني الجهاز الهضمي بيبدا من التجويف الفمي، فلو حبينا نقول ان احنا هنمضغ الطعام كويس علشان المعده تهضمه بشكل مظبوط، هنعرف انه يعني للاسنان اهميه قصوى. ولازم نعرف ان كل سنه وكل ضرس في التجويف الفمي وله وظيفه. كتير من الناس عندهم هذا المفهوم المغلوط، يقول لك ما احنا يعني مش مهم نشيل ما في غيره. هو الحقيقه لا، ما فيش غيره، هو انت يعني فاهم غلط. هو كل سنة في التجويف الفمي لها وظيفة، ربنا سبحانه وتعالى خلقها لوظيفة ما. إذا شلت هذه السنة خلاص سعادتك فقدت هذه الوظيفة، وبالتالي هتدور على حاجة تحل محلها. في الحالة دي طبعا بتلجأ بعد كده لفكرة التركيبات. التركيبات في منها أنواع، ممكن تعمل تركيبة متحركة اللي هي بتتشال وتتحط، وكتير من الناس طبعا بيتصوروا إن احنا أو يعني على حد ما بنسمع من بعض الناس بيقولوا أنتوا بتركبوا لنا أسنان، يعني أعزكم الله، هم طبعا يعني بتهيألي أنتوا وصلتكم الفكرة أنهم أسنان، يعني أحيانا أسنان غير آدمية البعض بيقول، وأحيانا بيقول أنها أسنان آدمية فعلا وإحنا خدناها يعني وعملناها في التركيبات. طبعا الكلام ده مش صحيح، هي لا أسنان غير آدمية ولا أسنان آدمية، هي كلها مواد نقية جدا وبتفصل وبيتم تشكيلها بنفس شكل الأسنان، علشان كده غير المتخصصين بينخدعوا فيها ويتصوروا ان هي أسنان فعلية، هي مش أسنان فعلية. طبعا بعد ما بيتخلع السن بنضطر نعوضه، يا اما نعمل تركيبة ثابتة، يا اما نعمل غرسات، يعني يا اما نعمل تركيبة متحركة. الحقيقة التركيب الثابت من ضمن الحاجات المنتشرة جدا، لأن كثير من الناس بتقول له هنعمل لك تركيبة متحركة، بيقول لأ أنا بتضايق وما بحبش أشيل وأحطه، لأ أنا عايز حاجة تفضل محطوطة في مكانها وتؤدي الوظيفة وانتهت المسألة. في الحالة اللي بالشكل ده ممكن نعمل له التركيبة الثابتة، وهي أنواع برضو، ويعني نقدر نعمل مجموعة من هذه التركيبات. اللي كتير من الناس ما يعرفوش ان كثير من الأمراض المزمنة بيبقى لها تأثير على اختياراتنا احنا كأطباء أسنان لهذه التركيبات. يعني أنا علشان أعمل للمريض تركيبة بيتحكم مجموعة من العوامل فيا أنا شخصيا علشان أختار له إيه نوع التركيبة اللي تتناسب معاه. على سبيل المثال مثلا مريض السكر. مريض السكر احيانا بيبقى مش مظبط سكره، وده موجود ومنتشر في او شائع في الشعب المصري يعني. فتجد انه جاي وعايز يعمل تركيبه ثابته. لما نعمل يعني فحص كده بسيط او نكشف على اسنانه، لان اسنانه حركتها عاليه. الحركة دي بتبقى عالية لأنه المفترض أنه الجذر زي ما قلت لحضراتكم الجزء ده بيبقى مغطى بالعظام، عظام رقيقة ومغطى من أعلى باللثة، اللثة بتبقى مغلفة للمكان ده كله. المريض الحقيقة اللي بيبقى المريض السكر
احيانا بيبقى له يعني سكره اللي مش متظبط ده بيأثر وبشكل واضح على العظام الخفيفه اللي بتحضن هذا الجذر، وبالتالي بيبدأ اللثه كمان تنحسر. عشان كده يجي المريض يقول انا حاسس ان السنه بتطول، هي السنه ما بتطولش، لا هي الحقيقه اللي بيحصل ان العظام اللي حواليها واللثه لما بتنكمش بيبدأ يكشف جزء من الجذر فيبان ان جسم السنه كأنه طول. السنه في الحاله اللي بالشكل ده الروابط اللي بتربط بين العظم وبين اللثه واللي بتربط بين العظم بتربط بين السنه وبين العظم بتتقطع، علشان كده السنه بتبدا يبان فيها حركه. هذه الحركه للاسف بتمنعنا احنا ان احنا نحمل على السنه اي تركيبه من التركيبات الثابته. عشان كده في الحاله اللي بالشكل ده انا بنصح طبعا مريض السكر اللي مش مظبط سكره بلاش حكايه التركيبه الثابته. يجي مريض تاني يقول طب انا عايز انا مش عايز اعمل تركيبه ثابته، انا عايز اعمل كارسات او زرع. مفيش مشكله خالص، احنا ما عندناش مشكله، انت عايز تعمل زرع واحنا عايزين نعمل لك زرع، بس لازم تفهم ان فكره الزرع بتعتمد على شويه معايير اخرى. زي ما انا كده اخترت لك مثلا او اخترت المريض السكر ان انا لا بلاش انت تعمل الموضوع عياده، برضو بالنسبه للمريض اللي عايز يعمل غرسات او زرع برضو لازم في معايير. بنضطر نعمل فيلم اشعه ونشوف الدنيا اخبارها ايه. المفترض ان الجزء السفلي ده من جسم السنه بعد ما بتتخلع السنه المفترض ان العصب بيبقى داخل من الاجزاء السفليه دي. في هنا في الجزء السفلي ده، بس طبعا دي حاجه مش موجوده في الموديل اللي موجود قدام حضراتكم، بيبقى في قناه اللي هي قناه العصب بتبقى ماشيه بالشكل تحت في الجزء السفلي ده كده، بعدين بيبدا يتفرع منها لكل جذر من جذور السنه فرع من افرع العصب دي. بعد فتره من خلع الاسنان او من خلع الضروس بيبدا العظم اللي هنا زي ما قلت لحضراتكم يضمر بشكل او باخر. لو انا جيت عملت فيلم اشعه ولقيت ان المسافه من سطح العظم لحد القناه السفليه دي اللي فيها العصب مسافه ضئيله جدا، طب انا باختصار شديد انا لسه هحط مسامير. انتوا عارفين، ابسط لحضراتكم الفكره كده، عارفين الفيشر اللي بيتحط في الحيطه اللي بيحطوه الناس عشان او بنحطه علشان نثبت عليه اي حاجه، نعلق عليه برواز، مرايه، مش عارف حاجات من دي، هو حاجه شبه كده، بنحط حاجه كده وبعدين نربط فيها مسامير وبعدين نبني عليها جسم سنه كده وبعدين نروح حاطين عليه التركيبه. طب لو القناه بتاعت العصب اللي هي السفليه دي قريبه جدا مني، المسمار ده هيعمل ايه؟ لو دخل هيعدي ويبوظ العصب. علشان كده لا، في يا جماعه في معايير معينه، يعني لو انا حبيت اعمل تركيبات انا عندي امور بتحكمني. فيعني يا ريت لما حضرتك مشكورا او حضرتك مشكوره لما تحبوا تروحوا ان شاء الله لطبيب الاسنان سيبوه هو يختار لكم الحل الافضل للحاله، بلاش انتوا اللي تختاروا. لو قلنا ان في لو حضراتكم يعني هناخد فيديو ان شاء الله لحضراتكم بيتكلم عن موضوع الغرسات او زراعه الاسنان، وهتشوفوا هو يعني زي ما حضراتكم شايفين كده هتشوفوا هو عباره عن ايه. بنعمل حفره كده في عظم الاسنان وبنبدا نحط زي ما حضراتكم شايفين الحاجات اللي قدامكم دي زي مسامير كده بنحطها وبنسيبها لفتره لحد ما العظم يلتئم عليها يمسكها. اما العظم يمسكها ويلتئم عليها هي دي مواد المفترض انه الجسم ما بيطردهاش، يعني مش مواد عشوائيه، مواد معمول لها دراسات مطوله وطبعا بتبقى حاجات معقمه بتتحط في الاماكن اللي هي اماكن الغرسات دي وبنسيبها لفتره لحد ما العظم يلم عليها يمسكها العظم كويس جدا ونبدا نطمن انها بقت درجه ثباتها عاليه، وبعدين نبدا نحط الجزء الثاني بتاعها اللي هو الجزء العلوي. اما بنحط الجزء العلوي بيبقى عامل زي ما قلت لحضراتكم كده زي المسمار والفيشر اللي احنا بنتكلم فيه، وبعدين بنبدا نحط عليها او نبني عليها التركيبات العلويه. ان شاء الله هنخرج مع حضراتكم فاصل ثم نعود لنستكمل المسيره مع حضراتكم عن مشاكل تجويف الفم والاسنان.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم بعض الأمور أو المشاكل أو الأمراض الشائعة اللي احنا بنشوفها في عالم طب الفم والأسنان. قبل ما نكمل مع حضراتكم الموضوعات اللي احنا عايزين نطرحها على حضراتكم، خلوني أسأل حضراتكم سؤال سهل وبسيط وأتعشم أني ألاقي من حضراتكم إجابة. السؤال بيقول: ما هو نوع العصير؟ عشان حضراتكم تركزوا، ما هو نوع العصير الذي يساهم أو يساعد في تبييض الأسنان؟ أكرر لحضراتكم السؤال مرة أخرى إن شاء الله: ما هو نوع العصير الذي يبيض الأسنان؟ فكروا حضراتكم، وإن شاء الله هننتظر تليفونات حضراتكم ونتناقش مع بعض حول هذا السؤال. نرجع مرة أخرى معنا اتصال. مدام زهرة، أهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مدام زهرة. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك وعليك يا فندم، تسلمي. اتفضلي يا فندم. حضرتك منور الشاشة. ربنا يبارك في معاليك، الله يكرمك، تسلمي. اتفضلي لو ليكي أي سؤال اتفضلي، اطرحيه. كنت عايزة أسأل حضرتك بس سؤال صغير. اتفضلي يا فندم. بالنسبة للأطفال، حضرتك عارف الشوكولاتة أو الجاتوهات والحاجات دي. صحيح. مشكلة المشاكل. في حاجة معينة يعني ممكن نعملها؟ يقول لك كفاية المعجون والفرشة والتنظيف اليومي ولا إيه؟ شاكر سؤالك يا أستاذة زهرة، وإن شاء الله أجاوب حضرتك. حاضر. أنا حقيقة الأمر أنه الأستاذة زهرة بتثير واحد من أهم الأسئلة اللي يعني بنلاقيها متكررة بالنسبة لنا في العيادات بالنسبة للأطفال. طبعا المشكلة طبعا الأساسية اللي فكرة الحلويات والشوكولاتات وأنواع المواد الكتير جدا اللي موجودة دلوقتي اللي فيها حاجات مشهيات للأطفال، اللي الأطفال بيحبوا باستمرار ياكلوها. طبعا واحدة من أهم الحاجات الحقيقة اللي بتساهم في عملية تسويس الأسنان. المشكلة أن تركيب أسنان الأطفال الحقيقة مختلف عن تركيب السن للشخص البالغ. الحقيقة واحدة من أهم العلامات أو اللي هي اللي بتبين الفروق بين تركيب سن الطفل وتركيب سن البالغ، أن طبقة المينا العلوية اللي هي لو حضراتكم تفتكروا الموديل اللي احنا بنتكلم فيه، السمك بتاع المادة دي الجزء ده اللي هو الجزء العظمي ده بيبقى اقل كتير جدا في الاطفال، وبالتالي بيبقى سهل قوي انه التسويس يوصل. لما اي نوع من انواع الجراثيم بيقف في الاماكن الخشنة على سطح الاسنان ويبدا ياكل الجزء ده، بيبقى سهل قوي انه يوصل الحقيقة لمنطقة العصب ويعمل لهم مشاكل. وطبعا الطفل لما بيبدا يحس بألم ما بيسكتش، بيقلق البيت كله وبيعمل لنا كلنا ازعاج ومشاكل. وده من حقه. فالحقيقة احنا قدامنا يعني مجموعة طرق ممكن نتحكم فيها في هذا الأمر. مفيش مشكلة خالص، احنا مش هنقدر نقول للطفل ما تاكلش، لكن تاكل مفيش مشكلة، لكن بعد الأكل باستمرار نعوده ازاي يغسل أسنانه، يغسل سنانه بالفرشة بالمعجون على حسب سنه. إذا كان الطفل لسه صغير خالص لسه ما يقدرش يتحكم في الموضوع، ممكن احنا نبدأ نمسك احنا الفرشة والمعجون، أو حتى من غير معجون تبقى يعني هنكتفي بفكرة الإزاحة والإزالة. ممكن جدا نحط الفرشة في أي نوع من أنواع المطهرات اللي هي بلا لون ولا طعم ولا ريحة، علشان ما نخليش الطفل يعني يبدأ ينفر من فكرة التنظيف. ونحرك الفرشة إحنا بنفسنا ونعلمه إزاي يستخدمها. هو طبعا الطفل بحكم قدرته على التعامل مع الفرشة والمعجون هنلاقي حركته غير حركتنا، يعني مش منتظمة قوي، لكن دايما لازم نعوده على فكرة التنظيف. طيب معنا اتصال الأستاذة نانسي. تفضلي يا أستاذة نانسي. أهلا وسهلا، مساء النور يا أستاذة نانسي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبتي، تفضلي. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. تفضلي. دلوقتي لما يكون السنان فيها بس جزء معين منها يكون دايما يعني بيجي من عليه الهواء او مثلا اي حاجه،
بتوجع قوي في الدماغ. الاسنان لما بيجي عليها الهواء بتوجع في الدماغ. اي جميل. سوري يا دكتور بس اتكلم مع حضرتك بطريقه عاميه شويه. لا لا كويس ماشي. اتفضلي. طيب يعني انت رحت لاي دكتور اسنان يا استاذه نانسي؟ لا لسه. طيب يعني الاصل السؤال كده مفتوح قوي، يعني ممكن نجاوب عليه في يوم كامل. اجاوب لحضرتك ان شاء الله ببساطه وربنا ييسر ان شاء الله وتطلع يعني الاجابه في محلها ان شاء الله. شكرا جزيلا يا استاذه نانسي. الاستاذه نانسي بتسال عن تاثير الحاجه البارده على الاسنان. هو طبعا بما انه يعني بتتكلم عن الهواء والاسنان مش عارف ايه، فطبعا هو المقصود بيه انه دايما الهواء بيبقى بارد شويه، فهو ده الفكره اللي قصدها تطرحها. الحقيقه الاسنان الحساسه او في اسنان بتبقى لحد ما حساسه شويه، ممكن تتاثر فعلا بموضوع بروده الهواء او السوائل اللي بنشربها. ممكن تبقى المسألة مش مسألة حساسية أسنان وفقط، لا ده ممكن الأمور تتمادى شوية ويبقى في فراغات جامدة بين الضروس وبعضها. يعني أنا لو عندي ده ضرس وجنبه ضرس تاني، العظم اللي هنا ده تآكل، لما العظم اللي هنا ده بيتآكل بيبان الجزء الجانبي من جذر الضرس، لما يبان الجزء الجانبي من جذر الضرس ده ما هو العصب ماشي جواه، فالتغيرات الحرارية لما بتعدي في هذه الجزئية بتعمل تأثير واضح جداً، بتسمع بشكل واضح. احيانا بتوصل الامور لما هو ابعد من كده شويه، يعني لما بيحصل تسويس احيانا السموم بتاعت الجراثيم اللي بتبقى موجوده اللي بتعمل التسويس ممكن توصل للعصب وتؤدي الى التهابات في جسم العصب نفسه. لما بيحصل التهاب في جسم العصب الحقيقه مش بس السائع بيسمع، ده السائع بيسمع لفتره وبعدين بعد كده يبدا السخن، وبعدين بعد كده يوصل لمرحله ان الحاجه الدافيه، مجرد ان احنا نشرب حاجه دافيه يبقى مش طايقين، وبعدين بعد كده توصل المساله لمرحله ان هو يورينا كام يوم كده جمال جدا اذا ما لحقناش نفسنا وجرينا على طبيب الاسنان. علشان كده برضو من الحاجات الشائعه ان احنا احيانا بنشوف شخص داخل العياده وفي ايديه ازازه ميه ساقعه. مش عارف طبعا الكلام ده يمكن حضراتكم ما شفتهوش، لكن احنا كاطباء اسنان شفناه كتير. ده بيضطر يعمل يعني كل شويه يروح واخد شويه ميه حاططهم في بقه ويميل جنبه علشان يجي تيجي الميه الساقعه على الضرس اللي هو فيه التهاب في العصب. تخيلوا حضراتكم التهاب العصب ده زي ما يكون جزء مثلا من جلدكم كده اتلسع بحاجه. الحاجه اللي انتوا هتبردوا بيها ايه؟ ما ينفعش تحطوا حاجه سخنه، لازم تحطوا حاجه ساقعه، هو ده نفس اللي بيحصل. فبيروح الشخص اللي عنده التهاب في العصب تلاقيه ماسك ازازه ميه ساقعه او ازازه ميه متلجه، كل شويه يروح حاطط شوية مية ساقعة علشان يبردوا الضرس، ومجرد ما برودة المية بتروح بيرجع تاني الألم يسمع في ضرسه. في الحالة دي قدامنا أحد اختيارين لا ثالث لهما، هو إن احنا نشيل العصب أو لا قدر الله نشيل الضرس، وإن كان طبعا فكرة شيل الضرس دي هو اختيار بعيد كل البعد عن الشكل الصحيح، إنما إذا اقتضى الأمر ممكن يصل لهذا الحد. أتعشم أنه أكون جاوبت كده على سؤال الأستاذة نانسي بشكل معقول. نرجع لحضراتكم ونتكلم عن بعض المشاكل الشائعة في عالم طب الأسنان. اسمحوا لي أكلمكم برضو عن حاجة شائعة وبكثرة في هذه الفترة، وخصوصاً في فترة الامتحانات اللي فاتت دي اللي كانوا الشباب بيمتحنوا فيها. دايما دروس العقل ليها شوية حركات كده بايخة شوية. ضرس العقل بيظهر أو بيبدأ يظهر من سن 18 لحد 24. الناس متصورة إن فكرة تسمية ضرس العقل دي جت من إن ضرس العقل ده لما الواحد بيشيله بيبدأ فعلا عقله يتأثر، يعني هم أربع دروس عقل، هو مش ضرس واحد، هم أربع دروس عقل. واحد في كل جنب من أركان الفكين، في الفكين العلوي والسفلي، يعني ملهاش أدنى علاقة بفكرة أنه لو ضرس اتشال هيبقى فيه تأثر لمنطقة العقل، وفلان ده يقول ده لا ده خلاص ده شال ضرس عقل وبعدين ده شال ضرسين يبقى كده فقط 50%، وبعدين بعد كده 75، وبعد كده خلاص بقى اللي يشيل الأربع دروس دول يبقى مجنون رسمي. لا الكلام ده مش صحيح. الحقيقة الموضوع
هو بالانجليزي هو اسمه الويزدم تيس، ويزدم. ويزدم دي ترجمتها يعني الحكمه. هو بيظهر في سن اللي هو من 18 ل 24، بيبدا الانسان مننا تقريبا في هذه الفتره. طيب معنا اتصال، استاذ حسن اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ حسن، اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. عندي بنتي عندها 6 سنوات. ايوه فندم، اتفضل. وعندها سنانها الفص اللي قدامي وقعت، يعني وقع وقعت، يعني عندها 3 سنان في الوش وقعوا. ايوه فندم. تمام. بقى لهم 6 شهور ما طلعوش تاني يا دكتور. هم وقعوا ولا بدلوا يا استاذ حسن؟ نعم. وقعوا ولا بدلوا؟ يعني هي سنها قد ايه؟ سنها 6 سنين. هي هم وقعوا، يعني هي اتخبطت نتيجة كدمة مثلا فهم وقعوا؟ مش كدمة ولا أي حاجة، لا هم وقعوا كده طبيعي. تمام. ده وارد يا أستاذ حسن. حاضر، أجاوب حضرتك إن شاء الله. حاضر. واضح طبعا إن الأطفال النهاردة هم أصحاب النصيب الأعظم من الحلقة. الأستاذ حسن بيسأل عن طفل في سن تبديل. احنا عندنا كل سنه وكل ضرس في التجويف الفمي بيبدل في مرحله عمريه معينه. الاسنان الاماميه عند سن 6 سنين بتبدا فعلا تبدل، واحيانا سمك اللثه بيمنع الاسنان من الظهور بشكل سريع، واحيانا ضعف البراعم الداخليه للاسنان بيبقى هو العامل المؤثر. ممكن ننشط هذه العوامل ببعض انواع الادويه، او ممكن لو تأخرت مسألة الظهور دي احنا ممكن ببساطة بنفتح هذه اللفة القوية اللي هي اللي بتبقى قافلة على البراعم فمش مديها الفرصة لعملية الظهور، وبعدها ان شاء الله بتبدأ الأسنان تظهر بشكل طبيعي ومفيش أدنى مشكلة. يعني حضرتك ما تقلقش خالص يا أستاذ حسن، سعدت بلقاء حضراتكم وإن شاء الله ألقاكم على خير في حلقات أخرى، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين.